Sounds right. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله. كدرنا إخوان متتبعي قناة عالم أونتيك، اليوم إن شاء الله نتكلم على واحد الموضوع ديال العملات النادرة والعملات يعني اللي ما مدولاش بزاف، اللي مصنوعة يعني من اللي داخل في الصنع ديالها بعض الأحجار الكريمة اللي من دول مختلفة وحضارات مختلفة، اللي باش نقدروا نستافدوا من هذا الموضوع هذا. يعني كاين شي عملات اللي ما كنشوفهمش بزاف وما معروفينش. المهم حاولنا نديروا هذا الفيديو هذا باش نتعرفوا على بعض العملات اللي نادرين صراحة. اللي من بعض الدول كالكاميرون، كبنين، الكوديفوار، يعني كمنغوليا، ليبيريا، كجزر الماليانا، كالكمبوديا، يعني دول هكذا اللي هما صراحة اللي مديرن أثمنة خيالية واللي هما عملات غير عاديين. المهم نحاولوا نشاهدوا هذا الفيديو وتبارك الله عليكم. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.